ما تنساوش البنات ابوني او الاشتراك، العلامة الحمراء والضغط على الجرس بالتوصل بكل جديد الفيديوهات، واكيد لي لايك ديالكم اللي كتفرحنا. نموت عليكم الغزال البنات، غنبداو على بركة الله. اول مكون البنات عندي هو الخرشف البنات او القوق، كما كنقولوا القوق الشوكي. البنات كنشدوا ديك القوق البنات، واحد انا غنحط لكم الصورة ديالته بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش شنو هي المعنى تاع القوق. كاين الناس اللي كيقولوا له الخرشف الشوكي، وغنعطيكم بعض المنافع ديالو، لكن ما تخافوش البنات غنحط لكم الصوره ديالته هنا في سطح الفيديو. القوق البنات او الخرشف اما يسمى بعض الدول كيقولوا له الخرشف الشوكي. هذيك الشعر ديالو البنات كيكون في الداخل، هو هذا عنده البنات منافع كثيره خاصه بالشعر وبعض المنافع ديالها. هو البنات هو كيتوفر على فيتامين ا وفيتامين جي، كما انه يحتوي على الفوسفار والكالسيوم اللي كيحمي لكم شعركم البنات من التساقط والفراغات الشعر والجفاف والتخلص من البهتان. بعض المرات كتحسوا ان الشعر ديالكم باهت، ما فيش واحد اللمعه، بحال تقول لك الشعر مسكين ميت، والله ما كتحسيش فيه بانه حي هذاك الشعر هذاك. قلت لكم كتخلص لكم البنات كذلك من القشره البيضاء. بالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي عندنا القشره البيضاء في الشعر ديالنا، كذلك البنات كيتخلص لكم من الشعر الابيض بعد المده، يعني ما غاديش نقول لكم انكم كتحيدوه بصفه نهائيه، وانما البنات بعد المداومه ما كتخليش لكم هذاك الشعر الابيض انه يكون كثير لكم في الشعر ديالكم. هذا هو المنافع ديالكم، ما تخافوش البنات انا غنحط لكم الصوره ديال هذا الخرشوف او القوق، كما احنا كنقولوا له اننا بالمغربيه. غنحط لكم الصوره غادي تعرفوا هذيك الشعر اللي كيكون في الداخل هو هذا البنات، هو هذا انتما الشكل تاعو، هو هذا البنات باش نكونوا واضحين. وهذا غادي نشدو وغديروا البنات، انا غادي نقسمها لكم. هو هذاك الشعر اللي كيكون البنات في الداخل هو هذا، وهذا غير البنات ملي كتخليه كيتاكسد لكم وكيولي اللون تاعو اسود، يعني مع المده كيتاكسد وكيولي اسود. انا ما كنرميش البنات ملي كندير البنات القوق، هذا عندي انا شويه قديم كنكون مخزناه في اي قنينه، يعني كيدور عندي العام كامل. ملي كندير البنات القوق او كنطيب كنخلي هاد الشعر ديالو، ومن بعد كنخليه في واحد القنينه وحتى ينشف ليا واحد شويه، وصافي كنعبيه كنخليه العام بالكامل، كنبقى نستعمله حك هكذايا في الوصفات اللي خاصه بالشعر. نكون نتمنى اني نكون فدتكم ونكون عرفتوا شنو هي هاد القوق هذا او الخرشف الشوكي، كاين شي دول كل واحد وشنو كيقول له. هذا اول مكون. ثاني مكون البنات عندي وهو القرنفل، وكاين ثاني بعض الدول كيقولوا له المسمار. كاين بعض الاخوات كيقولوا لي علاش كتقولي المسمار، ماشي انا اللي كنقول المسمار، وانما كاينين دول خليجيين كيقولوا المسمار، وانا كنفهم الدور تاعي انني الا عرفت شي مكون بواحد اسم اخر انا نقولها لكم. هنا عندي القرنفل وكاين بعض الدول كيقولوا له المسمار. حتى هو البنات زوين للشعر، للتساقط الفراغات، يطول لكم شعركم، يسخن لكم الفروه ديال الشعر ديالكم باش كيحفزها انها تزيد طوال وتزيد ديال لكم. وثالث مكون عندنا وهو الخزامه. البنات الخزامه زوينه بزاف بزاف، مطهره معقمه لفروه الشعر. بالنسبه للاخوات عندهم الحكه في الشعر ديالكم وكيبقى يحك لكم والشعر ديالكم حمر، الجلده ديال شعركم حمراء، بقاو تستعملوا هذه الخزامه وزوينه بزاف البنات بزاف للشعر، كتعطيكم واحد الرائحه. وبالنسبه للبنيتات ديالنا اللي كيقراو وكتخافوا عليهم يجيهم القمل، ما تخافوش بقاو تستعملوا لهم هذا المحلول هذا، باذن الله تعالى ما غيجيهمش نهائيا القمل، وكيقتل لكم حتى الصيبان الا كان عندهم، والقمل حتى هو كيقتلو ومطهر كما قلت لكم، وكيعالج لكم التساقط باذن الله. هادو هما ثلاث المكونات. نتمنى ان يكونوا متوفرين عندكم في المنزل، وعندنا واحد الكاس كبير من الماء وكاسرولة البنات فاش غادي نديرو هاد المكونات. ناخذو هكا كذا كاسرول، غادي نضع فيه واحد الكميه ديال تقريبا نديرو فيه واحد ملعقه كبيره
ملعقه كبيره ديال هذا الشعر القوق او الشعر الخرشوف كما كيقولوا له بعض الدول. وغادي ندير تقريبا انا غندير عيني ميزان البنات، غادي ندير واحد الملعقه اللي هي كبيره ديال الخزامه، وغادي ندير ما غاديش نقوي المسمار او القرنفل، غادي ندير تقريبا واحد 7 حبات، المهم انا ما حسبتهمش، 1 2 3 4 5 6 7 نيشان سبحان الله. وغادي نزيد نضيف لهم الماء الكافي اللي نتوما غتستعملوه، واش غتستعملوه بوحدياتكم واش غتستعملوه البنيات ديالكم، نتوما على حسب نتوما هاد الوصفه هادي شحال من واحد غادي يستعملها. او ممكن انك تشطفي اخر شطفه في الدوش ديالك، عملي واحد تقريبا واحد نصف لتر من الماء. دابا غنخليه البنات يطبخ ليا لمده تقريبا 10 دقائق ومن بعد نرجع لكم. من بعد غنبدا نديرو دابا نطبقوا هاد الوصفه. كما قلت لبعض الاخوات ماشي بالضروري هاد الخطوه هادي، ماشي بالضروري، ممكن انكم تستعملوا هاد الخطوه هادي في الدوش، يعني في اخر الشطفه انكم تستعملوها في الدوش، يعني فاش تبغي تخرجوا البنات من الدوش ديالكم شطفوا شعركم بهذا المحلول وخرجوا، يعني ما تعاودوش تغسلوا الشعر ديالكم. كما قلت لكم هاد الوصفه كتبقى بدون غسل، غير انا كنبغي نوريكم باش كتكون المصداقيه، لان هادي بنتي الصغرى ندير لها حتى هي في شعرها. في الشعر كامل البنات قلت لكم، في الاخص الفروه تاع الشعر. هذه بالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي عمينا وصفات اللي كيكونوا ساهلين وفي المتناول وكيكونوا يعني مع وقت البرد ما كيقدروش انهم يعملوا الوصفات اللي كيلبخوهم لشعرهم، ولهذا كتبقى هذه احسن وسيله باش تعتنيوا بشعركم البنات وفي نفس الوقت بدون غسل، يعني ما تغسلوا لا شعركم لا حتى شي حاجه غير شويه بحال هكا في فروه الشعر تاع بناتكم. ولو شعركم نتوما اعملوا واحد المساج بناتي كيترخى وراسهم كيترخى كيعجبهم الحال. صافي البنات هذا هو هذه هي النتيجه الاخيره كما كتشوفوا. غنخلي لهم شعرهم هكذايا وغندهن لهم شعرهم بهذيك الزيت المعتاد اللي كندهن به دائما، كندهن به اعتمدت عليه البنات في القناه ديالي، دائما كتشوفوني كنديروا الشعر لبنياتي وحتى لشعري. صافي وهنا غندير له بعض القطرات من الزيت، ماشي كنقويش البنات بزاف غير شويه. صافي نتمنى من الحلقه البنات انها تنال الرضا ديالكم وتعجبكم، وما تبخلوش حنا البنات باللايك ديالكم والتعليق ديالكم اكيد اللي كتفرحنا. وكما شفتوا ان الوصفه سهله وفي المتناول الجميع، وصفه بدون غسل، يعني ما غتحتاجوش انكم البنات انكم تخموا تبقى تقولوا لا ما نديروش الوصفه غنغسلوها والبرد هذا، يعني وصفه ممكن في اخر شطفه في الدوش ديالكم تستعملوها. يلا ما تنساوناش من التعليق ديالكم لايك ديالكم وحتى الاقتراحات ديالكم في الفيديوهات اللي كتحبوهم، نموت عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده.